السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية: يدنا ممدودة للسلام العادل الذي يؤمن مستقبل اليمن ويمنع الحرب بالوكالة على محيطنا وجوارنا الإقليمي. رئيس الوزراء: الحكومة هيأت كافة الموانئ في المناطق المحررة استقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين. صنعاء: قوات الجيش الوطني تحبط هجوما للميليشيا غربي جبل القتب بنهم وتكبدها قتلى وجرحى. مرحبا بكم. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية نيل بوش والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث التعاون وفرص السلام. وقال رئيس الجمهورية: لقد توافق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لكن هذا التوافق تقاطع مع فكر الميليشيا الانقلابية ونهجها الكهنوتي الإقصائي، فانقلبت على الدولة وشنت حربها الإجرامية على الشعب الرافض للانقلاب. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن يد الشرعية ستظل ممدودة للسلام العادل الذي يؤمن مستقبل اليمن وأجياله القادمة ويحقن الدماء ويمنع الاعتداء والحرب بالوكالة على محيطنا وجوارنا الإقليمي. وثمن رئيس الجمهورية دعم المملكة المتحدة لليمن وقيادته الشرعية في مختلف المواقف والمحافل الدولية، لافتا إلى أهمية تفعيل عمل رابطة أصدقاء اليمن. من جانبه أكد المسؤول البريطاني دعم بلاده لليمن وقيادتها وحكومتها الشرعية، وقال: ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار ومبعوثها الخاص لما من شأنه تحقيق السلام وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم مع المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مارتن جريفيتس ونائبه مارك أوتي الوضع في اليمن وإمكانية السلام وأفاقه وجهود المعهد المتصلة بالسلام. وأشار رئيس الجمهورية إلى الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن ونهب الميليشيا الانقلابية لمقدرات البلد واحتياطيات البنك المركزي بهدف تمويل حروبهم ضد اليمنيين، قبل أن تقر الشرعية نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال رئيس الجمهورية: لقد دمر الانقلابيون البلد وبنيتها التحتية وحاصروا المدن وقتلوا المدنيين العزل وشردوا الأطفال والنساء من أجل السلطة ونقل التجربة الإيرانية، وصنعوا مأساة إنسانية في حق الشعب اليمني. وأشاد رئيس الجمهورية بجهود المعهد الأوروبي للسلام وما استمع إليه من تصورات ناضجة لتشخيص الواقع في اليمن وما آلت إليه أوضاع الشعب اليمني جراء تداعيات الانقلاب. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني دعم دول المجلس للجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من أجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن وينهي معاناة الشعب اليمني. وشدد الزياني خلال لقائه ولد الشيخ على ضرورة سعي المجتمع الدولي إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وجرى خلال الاجتماع آخر التطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإحياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. استقبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغري اليوم مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الشرعية تبذل قصارى جهدها في تسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كافة الدعم. وجدد رئيس الوزراء موقف الحكومة الشرعية الداعم للسلام الدائم والشامل المبني على المرجعية الأساسية المعتمدة
الضامن لإنهاء الانقلاب والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقال رئيس الوزراء: إن أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة المواطنين المتضررين، عليها أن تبحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة. وأشار إلى أن الحكومة هيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيا الانقلابية، ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والشعب. دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الانقلابية التي ترفض التواصل مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وقطعوا أي مشاورات معه. وقال المخلافي خلال لقائه سفراء الدول 18 إنه لا يمكن القبول بمكافأة الانقلابيين، مطالبا بتحديد من يعرقل عملية السلام بشكل واضح وصريح. كما أكد أن الميليشيا الانقلابية حصلت على أسلحة إيرانية جديدة منها صواريخ وطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن الأوضاع في اليمن لن تستقر طالما وإيران مستمرة في دعمها للميليشيا الحوثية. وبخصوص ميناء الحديدة، قال المخلافي إن الحكومة وافقت على مقترح المبعوث الأممي وقدمت تنازلا من أجل الشعب اليمني ورفع معاناته. وعن مطار صنعاء الدولي، أشار المخلافي إلى ضرورة أن تخرج الميليشيا من المطار ويسلم للكوادر التي كانت تدير المطار خلال العام 2014، وذلك ليفتح المطار تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد المخلافي أن الحكومة تعمل على صرف المرتبات في المنظمات في المناطق المحررة، وكذا دفع الميزانية التشغيلية، كما تقوم بدفع رواتب السلطة القضائية حتى في مناطق سيطرة الانقلابيين، حرصا على استمرارية المحاكم وحتى لا ينهار نظام العدالة. وفيما يتعلق بالوضع الصحي، قال وزير الخارجية إن القطاع يعمل بأقل من نصف طاقته في المناطق الخاضعة لاحتلال الانقلابيين الذين يمتنعون عن دفع الرواتب والميزانيات التشغيلية. وأشار إلى أن الانقلابيين يحصلون على 70% من الإيرادات غير النفطية ويرفضون دفع رواتب الموظفين. كما أكد وزير الخارجية أن تعطيل الانقلابيين للعملية التعليمية في مناطقهم يهدف إلى دفع الطلاب والمدرسين للالتحاق بجبهات القتال، محذرا من استمرار ميليشيا الحوثي بإدخال تعديلات على المنهج الدراسي، وذلك على أساس طائفي ومذهبي. واستهجن المخلافي تمويل منظمة اليونيسف طباعة المنهج المحرف، وتجاهل التمويل طباعة الكتاب في المناطق المحررة في سابقة تمثل انتهاكا خطيرا من إحدى منظمات الأمم المتحدة. لا يزال عدد من أساتذة الجامعات مغيبون في سجون الميليشيا. الدكتور يوسف البواب، أستاذ علم اللسانيات والدلالة بجامعة صنعاء، يعيش مع 35 آخرين فصولا ضمن محاكمات هزلية تفتقد لأساسيات التقاضي والعدالة. نتابع في سياق التقرير المزيد. مر عام وكلما مر لا يحلو ولا يطيب فيه يوم أو ساعة، فها هو عام قد انقضى منذ أن اختطفت ميليشيات الحوثي والمخلوع الدكتور يوسف البواب، أستاذ علم اللسانيات وعلم الدلالة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وهو عائد إلى بيته من صلاة العشاء أواخر أكتوبر من العام الماضي، بعد أن كان يظن أن مكانته الأكاديمية وعطاءه العلمي سيجعله في منأى عن بطش الميليشيات وصلفها. عام كامل لم يخلو يوم واحد فيه من الألم والمعاناة، التي أقلها السجن وأكثرها تعذيب مريع تنوع بين الضرب المبرح والتعليق إلى السقف لأيام متوالية، ونزع الأظافر وإطفاء السجائر في جسده، والحرمان من الأكل والنوم ودخول الحمام، وأنواع من التعذيب والنكال تفتقت عنها أنفس تحمل من الحقد أكثر مما يحمله عقل الدكتور يوسف البواب من العلم، وما يفيض به قلبه من عطاء يشهد به زملاؤه وطلابه وعدد
عدد من الجامعات اليمنية وتؤكده عشرة مؤلفات وأكثر من 30 بحثا علميا في علم اللسانيات وعلم الدلالة وعلم اللغة وفقه اللغة والمعجميات وعلم الأصوات. تستمر مأساة الدكتور البواب وخمسة وثلاثين آخرين توجت معاناتهم بمسرحية هزلية يسمونها محاكمة بتهم تثير السخرية وتدل إلى أي مدى وصل استهزاء الميليشيات بالقضاء واستخفافها بعقول اليمنيين الذين خبروا أساليب تلك الميليشيات وعرفوا مدى ما تحمله من حقد وكيد لرواد العلم ودعاة الخير ورموز المجتمع. نفذت رابطة أمهات المختطفين بالحديدة وقفة احتجاجية عصر اليوم الثلاثاء في أحد شوارع المدينة تستنكر فيها استمرار اختطاف وإخفاء وتعذيب أبنائها المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، وما يمارسونه من انتهاكات بحق المختطفين ومنع التواصل بأهلهم وذويهم. وأدانت الأمهات في بيان لهن ما حدث لأبنائهن المختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء من اقتحام للعنابر بالسلاح والرصاص الحي ومسيلات الدموع، وذلك بعد محاصرتهم ونقل ما يقارب 80 مختطفا إلى جهة مجهولة. كما ناشدت الأمهات في بيانها كل المنظمات الحقوقية والإنسانية مناصرة قضية أبنائها المختطفين والمخفيين قسرا وإنقاذهم والعمل على إطلاق سراحهم فورا. وشددت الأمهات على سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم سلسلة غارات على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا وتدمير آليات ومعدات عسكرية. وقالت مصادر ميدانية إن 4 غارات للمقاتلات استهدفت مجاميع من الميليشيا جنوب محكمة مدينة عسيلان، وذلك أثناء تنفيذهم لمحاولة تسلل على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، فيما استهدفت 3 غارات أخرى تجمعا لهم في محيط جبل شميس جنوب شرق عسيلان، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، مضيفا أن 5 غارات استهدفت مدافع ميدانية و3 آليات عسكرية ومخزنا مصغرا للأسلحة وتدميرها بالكامل. أكدت مصادر محلية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 13 عنصرا من الميليشيا الانقلابية يوم أمس في معارك عنيفة بمديرية نهن شرقي العاصمة صنعاء. وقال موقع الجيش سبتمبرليت إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية غربي جبل القتب بمديرية نهن عقب هجوم للميليشيا أحبطته قوات الجيش وأجبرت الميليشيا المتمردة على التراجع والفرار. يأتي ذلك فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في منطقة مسورة بالمديرية ذاتها. تفقد محافظ محافظة الجوف اللواء من علي العكيم المقاتلين المرابطين بجبهة الخنجر التابعة لمديرية خبو الشعف، واطلع المحافظ على أحوال الأفراد المرابطين في المواقع العسكرية وحثهم على رفع الجاهزية القتالية ومواصلة النضال حتى تحرير كافة المناطق من قبضة الميليشيا الانقلابية. نشرتنا مستمرة وفيها الجوف، الشرطة العسكرية تتسلم أطقما عسكرية جديدة. عدن وقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين. تسلمت الشرطة العسكرية بمحافظة الجوف اليوم عددا من الأطقم العسكرية كدعم أولي لاستكمال المهام الأمنية بالمحافظة. وقال العميد صالح البروشي قائد الفرع أن وصول هذه الأطقم وإن كانت محدودة إلا أنها تعتبر خطوة أولى لرفض قوات الشرطة بالمعدات العسكرية التي ستستعين بها في حفظ الأمن، داعيا في الوقت ذاته القيادة السياسية والعسكرية
للمزيد من الدعم المادي والمعنوي وتوفير باقي الإمكانات اللازمة أسوة بباقي فروع الشرطة بالمحافظات الأخرى. وصلتنا عدد من الأطقم المسلحة وكونها ما تغطيش المطلوب، ولكن نأمل من القيادة السياسية لفت النظر في فرع الشرطة العسكرية بالجوف ودعمه ورفته بالأطقم والمعدات والقوى البشرية لكي يقوم بمهامه العسكرية بأكمل وجه. ونشكر القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ونهنيهم بمناسبة عيد 14 أكتوبر، ونقول إن شاء الله النصر قادم ونحن على أبواب عمران وصنعاء وصعدة. شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع أمس الأول قصفا عشوائيا على مناطق السكان بمديرية ذي ناعم محافظة البيضاء، خلف أضرارا كبيرة في الممتلكات وتهدم لبعض مساكن المواطنين. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية قصفت في وقت متأخر من مساء أمس وفجر اليوم بقذائف الدبابات قرية آل هشام بمديرية ذي ناعم، حيث تضرر منزل المواطن صالح عبد الله الهشامي بعد تهدم منزله بالكامل. كشف تقريران حقوقيان لمنظمة هود السبت الماضي عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية ضد المدنيين والمعارضين خاصة في محافظة الحديدة. وتمثلت تلك الانتهاكات في الاعتقالات والإخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعا بشرية. إلى التفاصيل. وثقت منظمة هود الحقوقية 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون، وذلك من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى نهاية مايو 2017. وتوزعت حالات الاعتقال على النحو التالي: 692 عاملا في التعليم الأساسي والثانوي، 13 أكاديميا، 313 موظفا حكوميا، 265 طالبا، 559 ناشطا من شباب ثورة فبراير، 987 سياسيا ومعارضا لميليشيا الحوثي والمخلوع، 75 اعتقالا من الأطفال والنساء. وبحسب التقرير تصاحبت عمليات الاعتقال تلك ب 490 حالة اقتحام منازل ومحلات تجارية، 816 حالة مصادرة للأموال، تفجير 95 منزلا. وكشف التقرير الثاني عن منظمة هود بعنوان دروع بشرية في الحديدة عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا مختلفة استخدمتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع دروعا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية. وأوضح التقرير قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بتوزيع المعتقلين في محافظة الحديدة على 6 مواقع احتجاز، وتمثلت فيه معسكران، منشأة خاصة حولتها الميليشيا إلى مخزن للسلاح، موقع تدريب عسكري، ناد رياضي قامت الميليشيا بتحويله إلى ثكنة عسكرية، سجنان رسميان استخدمتهما الميليشيا مركزا لعقد اجتماعات قياداتها وإدارة عملياتها العسكرية. اقتحمت أطقم عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع أمس الأول قرية المعرس بمديرية الزهرة بشمال مدينة الحديدة التابعة للمهمشين بعد رفضهم عمليات التجنيد للأطفال والشباب داخل القرية. وقالت مصادر محلية في المحافظة إن المسلحين الحوثيين بقيادة زين خمج وأبو أحمد الشعبي وعلي حسين الحاشدي الشعبي وأبو مشعل المشرف الأمني لمديرية الزهرة قاموا بمداهمة منازل المهمشين داخل القرية وأطلقوا الرصاص الحي، ما تسبب في استشهاد أحد المواطنين المهمشين وجرح 5 نساء بعد رفض أبناء القرية تجنيد أبنائهم والذهاب إلى جبهات القتال. قالت مصادر محلية بمديرية التحيتة جنوب مدينة الحديدة إن مشرفين حوثيين وقياديين متحوثين قاما بسرقة الإغاثة التابعة لمكتب منظمة الإغاثة العالمية والمنظمة الإغاثية المخصصة
للمديرية المنكوبة وبيعها في الأسواق السوداء. وأضافت المصادر بأن المتحوثين عبد الله عبد عطيفي حندج وعضو المجلس المحلي بالمنطقة سالم سعيد برا أبو فاس يقومان بسرقة نصف الكمية المخصصة من الإغاثة للسكان بالمديرية وبيعها لعدد من التجار بأسعار زهيدة. تعرضت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة صنعاء للنهب بملايين الريالات من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، فضلا عن عبثها بالتعيينات المخالفة للقانون منذ اجتياحها أواخر العام 2014. التفاصيل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فساد ميليشيا الحوثي والمخلوع في وزارة الخدمة المدنية، وذلك منذ سيطرتها في أواخر 2014 على الوزارة. ورصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فساد الميليشيا الانقلابية بالأرقام، وكانت على النحو التالي: سحب الميليشيا لقرابة 40 مليون ريال من البنك المركزي اليمني دون توفر الوثائق المؤيدة لصرفها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك خلال العام 2016. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء وتسوية الحسابات المدينة أي العهد والبالغ رصدها في 31 من ديسمبر 2015 أكثر من 183 مليون ريال بحسب ما أظهره حساب ختامي للوزارة، منها أكثر من 181 مليون ريال وبنسبة 99% مرحلة من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية. صرف 1,850,000 ريال خلال 2015 بشكل مخالف للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ودون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لعملية الصرف. صرف أكثر من 32 مليون ريال بشكل مخالف للقانون طيلة الفترة السابقة منذ اجتياح الميليشيا للوزارة في 2014. استحداث الميليشيا لقطاعات وإدارات في هيكل الوزارة. إجراء التعيينات في القطاعات والإدارات المنشأة. إلغاء بعض الإدارات القائمة دون وجود مصوغ قانوني يجيز ذلك وبالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية والحماية ارتفع خلال العام 2017 بمقدار 2 مليون شخص، ليصل عددهم الإجمالي إلى 20,700,000. وأكد المكتب في بلاغ صحفي أن اليمنيين يواجهون مأساة ثلاثية تتمثل في تهديد المجاعة وتفشي الكوليرا والنزاع الوحشي، وأن اليمن يشهد حاليا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وأشار البلاغ الأممي إلى أن السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يقدر عددهم بنحو 17 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من العدد الكلي للسكان. إلى ذلك وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لبحث سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لأكثر من 20 مليون يمني. نظم العشرات من أهالي وأسر المعتقلين في سجن بير أحمد اليوم وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي في مدينة عدن تضامنا مع ذويهم المضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي. وحمل أهالي المعتقلين في بيان للأجهزة الأمنية والحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المعتقلين، خصوصا بعد تردي أوضاعهم الصحية جراء الإضراب. وقال البيان إن إدارة السجن تمارس انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين لإجبارهم على إنهاء الإضراب. أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة بحضور مسؤولين في السلطة المحلية وجمع غفير من المواطنين. وقال وكيل محافظة عدن رشاد شايع إن ثورة أكتوبر جاءت كنتيجة حتمية للانتفاضات الشعبية في مناطق جنوب الوطن التي توافقت مع حالة الغليان الثوري التي أدت إلى تشكيل الحركات الوطنية والعمالية بتنظيماتها المختلفة.
وفيما يلي نبقى مع متفرقات إخبارية سريعة. أشرف محافظ المهرة الشيخ محمد عبد الله كدة اليوم على عملية انتخاب أمين عام الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية المسيلة من قبل أعضاء المجلس، وقال المحافظ إن على الجميع استشار المسؤولية ومساندة المجلس المحلي وأمينه العام بغية تقديم مردود إيجابي من خلال تعزيز الجانب الإداري في المديرية وخدمة المجتمع والعمل وفق منظومة متكاملة تساهم في تشجيع المبادرة التطوعية للشباب. كما افتتح محافظ المهرة الميزان الإلكتروني بميناء شحن البري مطلعا على طبيعة المراحل التي تمر عبرها عملية الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، وناقش مع المختصين تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى نشاطه للأفضل. وفي المهرة أيضا اختتم اليوم مكتب الصحة والسكان دورة تدريبية لعدد 18 من القابلات استمرت 3 سنوات بإشراف المجلس المحلي بالمحافظة وبتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية. أشهر عدد من الناشطين والمنظمات الخيرية بتاع الصباح اليوم الاتحاد الوطني للفئة الأشد فقرا والمشكل من 15 جمعية، وذلك بهدف رفع وتحسين أوضاع الفقراء في المحافظة. ورعت مؤسسة فجر الأمل حفل الإشهار إضافة إلى الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد. أقيم اليوم بتعز دورة التثقيف الصحي لعدد 30 مشاركا ومشاركة من خطباء المساجد وناشطين وعقال حارات وربات بيوت ضمن أهداف مشروع مكافحة حمى الضنك بالمحافظة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دشن بمدينة عدن مشروع توزيع الكراسي الكهربائية والمواد الغذائية لعشرات من جرحى المقاومة الشعبية بدعم من وكالة تيكا والهلال الأحمر التركي، حيث تم استهداف 2000 حالة بمشروع السلة الغذائية و100 حالة استفادت من منحة الكراسي الكهربائية. بهذه المنحة السخية من الهلال الأحمر التركي لجرحى المقاومة الشعبية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعودة إلى عناوينها. رئيس الجمهورية: يدنا ممدودة للسلام العادل الذي يؤمن مستقبل اليمن ويمنع الحرب بالوكالة على محيطنا وجوارنا الإقليمي. رئيس الوزراء: الحكومة هيأت كافة الموانئ في المناطق المحررة لاستقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين. صنعاء: قوات الجيش الوطني تحبط هجوما للميليشيا غربي جبل القتب بنهم وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. Thank you.